لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة 4/21 يونيو، والنهاردة القمر ما زال موجود في برج الثور. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل، وفينوس موجود في برج الثور. عندنا المريخ موجود في برج السرطان، والمشتري موجود في برج الميزان. لكن الاختلاف النهاردة ان الشمس سابت الجوزاء او هتسيب الجوزاء وتدخل في برج السرطان الساعة 6:30 الى 5 صباحا. عندنا كمان عطارد هيدخل النهاردة في برج السرطان الساعة 11:57 صباحا، يعني الساعة 12 الظهر الا 3 دقايق. عندنا كمان مازال 3 كواكب بيتراجعوا. عندنا زحل بيتراجع في برج القوس، عندنا بلوتو بيتراجع في برج الجد، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. الحالة الفلكية النهاردة فيها اختلاف كبير، لأن دخول كوكبين اللي هما الشمس وعطارد الاثنين هيدخلوا في برج السرطان، وكمان المريخ اوريدي موجود في برج السرطان. ده طبعا يدي دعم إلى حد كبير لمواليد برج السرطان، لكن في نفس الوقت ممكن ياخد الحظ من بعض الأبراج الأخرى زي برج الحمل وبرج الميزان وبرج الجدي. لكن برضو هنشوف بتفاصيل أكتر الحالة الفلكية كده إجمالا هتأثر إزاي على الـ12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مطلوب من مواليد برج الحمل ان هم يتأنوا في قراراتهم الشرائية وما يدخلوش في اي مغامرات. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في برجهم او مازال في برجهم، واقول مواليد الثور النهاردة انطلقوا زي ما انتوا عاوزين. النهاردة مفيش حاجة هتقف في طريقكم ولا ممكن تعطلكم ان شاء الله. فينوس في برجكم بيديكوا سحر وجاذبية وحظ في الفلوس، وكمان القمر يديكوا ثقة في النفس وسحر برضو اكتر، وثقة يعني ثقة بالنفس، وكل ده هيساعدكم ان شاء الله انكم تلفتوا الانظار ليكوا وتحصلوا على الاعجاب. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، والفلك بينصحهم النهاردة ان هم يسترخوا ويحاولوا يعملوا في سرية وكتمان، يكونوا متكتمين عن جدا، ما يعلنوش عن خططهم. ومطلوب منهم كمان ان هم يتجنبوا المعارك قد ما يقدر. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل الأصدقاء، وده بيديهم حظ في العلاقات الاجتماعية، وممكن يقضوا أوقات حلوة مع الأصحاب ومع الأحباب، وممكن كمان يكون عندهم استعداد أكبر للتعاون مع الآخرين، ويعرفوا يحصلوا على مساعدة الآخرين ليهم، وهم نفسهم عندهم استعداد لتقديم العون والمساعدة للآخر. فيقدروا كمان يقدموا مساعدات للناس المقربين ليهم. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم القمر الحقيقة مازال في وضع معاكس معاهم، وخصوصا مهنيا، ومطلوب من مواليد برج الأسد ان هم يقاوموا انفعالاتهم ويقاوموا عصبيتهم، ويحاولوا ان هم يعتمدوا على الحيطة والحذر قد ما يقدروا، يعني يحموا نفسهم من اي مكائد خصوصا في مجال العمل. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيخلي مواليد العذراء يحسنوا التصرف مهنيا وماليا، وممكن يثمر عالمهم وتثمر جهودهم بمكانة أفضل، وجهودهم كلها يعني هتحقق لهم اللي هم عاوزينه. كل عطاء هيقدموه إن شاء الله هيحصلوا على ثمرة جهودهم بصورة إيجابية.
نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيخليهم عندهم استعداد اكتر ان هم يزودوا دخلهم. مواليد الميزان كمان النهاردة عندهم روح ملهمة، ويقدروا ان هم يدرسوا كويس حالتهم المالية ويعرفوا يتخذوا قرارات مناسبة في كل موقف. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة ما زال القمر وفينوس الاثنين في واجهة برجهم، فهقول لمواليد العقرب حاولوا تحافظوا على التفاؤل، لان مواجهة كوكبين ليكم ممكن تخليكم تشعروا بالتوتر بالتشاؤم بالشك، فحاولوا ان انتوا تحافظوا على التفاؤل، وتحاولوا ان انتوا تحافظوا على ابتسامتكم، لان الابتسامة ممكن تفتح لكم كل الابواب المقفولة ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة يميلوا للتكاسل شوية، وأقول مواليد القوس حاولوا تاخدوا راحتكم أو تاخدوا حقكم من الراحة عشان تعرفوا تنجزوا بعد كده. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم الأفكار رائعة، لأن القمر عندهم في منزل الحب، فهيكون عندهم تميز وعندهم قدرة على الابتكار وعلى الإبداع، وعندهم طاقة عاطفية، يعني عاطفيا هيوطدوا علاقتهم أكتر بالأحباب. في الشغل عندهم طاقة ابتكارية وعندهم طاقة جسدية تساعدهم على الإنجاز، وهيكون يعني مفعمين بالنشاط وبالحيوية، كل ده هيساعدهم على التقدم والنجاح. كمان مواليد الجدي لو عندهم أولاد هيكون النهاردة يوم مناسب جدا للتواصل وللتفاهم مع الأولاد. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة ما زال القمر معاكس معاهم في منزل العيلة وفي الحياة الاجتماعية، فمطلوب من مواليد برج الدلو النهاردة ان هم ما يتكلموش الا مع الناس المقربين اللي بيعرفوا يتفاهموا معاهم. وهقول لمواليد الدلو كمان ما تقدوش الثقة لأي حد غريب، حاولوا ان انتوا ما تعلنوش عن خططكم قد ما تقدروا. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، والنهاردة من اهم اسباب نجاح مواليد الحوت ان هم هيكونوا اكثر تعاطفا مع الناس اللي حواليهم، اكثر تفهما لظروف الناس اللي حواليهم، واكثر تسامحا. كل ده هيساعدهم على النجاح، وكمان اللي هيساعدهم اكتر على النجاح ان هم بيعبروا عن افكارهم بوضوح اكتر، يعني النهاردة عندهم قدرة على التعبير عن افكارهم وعن مشاعرهم بوضوح وبلباقة وبموضوعية وكده.